تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير المنظومة الداخلية في البلاد، تحديداً في خضم انتشار جائحة كورونا وما ترتب منها من أعباء على العجلة الاقتصادية. ومن أجل الإسهام في حل مشكلة البطالة في السعودية، تم إطلاق المنصة الموحدة للتوظيف عبر رابط MyGov.SA1442. تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص. الإعلان عن المنصة الموحدة للتوظيف جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي الأسبوعي، والذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وتطرق المجلس في هذا الصدد إلى ما تشهده المملكة من فرص استثمارية غير مسبوقة في ظل رؤية 2030، وإيجاد بيئة استثمارية استثنائية مدعومة بإصلاحات تنظيمية وجاذبة للمستثمرين، وتتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال في المملكة وجعلها أكثر تنافسية، لتواصل ما حققته من قفزات كبيرة في المؤشرات العالمية ذات الصلة، ولتواكب التسارع المشهود في العديد من القطاعات والأعمال بما فيها الاستثمارات المستدامة. ومن المرتقب صدور توضيح مفصل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول موعد إطلاق المنصة وطريقة التسجيل فيها وآلية اختيار الأشخاص للوظائف المطروحة. خطوة إعلان المنصة الموحدة للتوظيف لاقت صدى إيجابياً من قبل المتخصصين في الشأن الاقتصادي، الذين وصفوها بالعمل الجبار الذي سيغير من مفاهيم التوظيف ويمنع الالتفاف على الأنظمة من قبل القطاع الخاص. المنصات الإلكترونية الحكومية في السعودية ساهمت في السنوات القليلة الماضية وبشكل ملحوظ في التقليل من مشاهد التزاحم والطوابير التي كانت تحدث سابقاً عند الوزارات والشركات العامة والخاصة، حيث أتيح للسكان التسجيل على الخدمات والمبادرات الحكومية عن بعد. ارتباط المنصات الإلكترونية الحكومية ببعضها البعض إلكترونياً أتاح للجهات الحكومية التحقق من صحة بيانات المسجلين فيها وتقدير استحقاقهم للوظائف أو للإعانات المادية الحكومية المتنوعة.